لمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الكاتب والباحث السياسي جمال رائف، نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر. مرحبا بك سيد جمال. كيف ترى أهمية توقيت زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر، أيضا لقائه بالرئيس السيسي، وهي تعد أول زيارة خارجية له منذ بدء الأزمة؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد هي زيارة في غاية الأهمية، وبالتأكيد التوقيت الآن خاصة في ظل أن هذه الزيارة كما حضرتك تفضلت وذكرت هي الأولى للسيد البرهان خارج السودان بعد تصاعد الأزمة في إبريل الماضي، بتؤكد أن هناك ثقة كبيرة جدا في الدور المصري، وأن الجانب السوداني بيثق في الرؤية المصرية التي تحمل ثوابت الحقيقة أعتقد أنها هي يتفق عليها الجميع فيما يتعلق بدعم ويعني مؤازرة الاستقرار في الداخل السوداني. هذه الثوابت تتعلق طبعا بوحدة واستقرار السودان، سيادة السودان، دعم مؤسسة الدولة الوطنية في الداخل السوداني، عدم تدخل في الشؤون الداخلية للسودان، وغيرها من ثوابت بتؤكد عليها القاهرة دوما، دور القاهرة في الحقيقة محوري، وأيضا هناك روابط تاريخية وجغرافية، وأيضا رابط نهر النيل الذي يربط الشعبين، كلها روابط بتجعل هناك دور استثنائي للدولة المصرية تجاه الأشقاء في السودان. عشان كده رأينا الدور المصري في الحقيقة بيمتد في بعدين، البعد الأول بعد سياسي ودبلوماسي، ورأينا التحرك المصري منذ اللحظات الأولى للتصعيد في هذه الأزمة، يحاول الآن يدعم الاستقرار في الداخل السوداني، يتصل مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية وصناعة القرار لدعم وحشد رأي عام دولي وإقليمي لحث السودان على يعني التهدئة ووقف إطلاق النار. أيضا البعد الإنساني كان وما زال طبعا حاضرا، سواء من خلال استيعاب الأشقاء السودانيين في الداخل المصري أو من خلال تقديم المساندة والمساعدات العينية والطبية. أيضا حتى على صعيد طبعا النقطة الفارقة والمهمة جدا في هذه الأزمة هو لم شمل دول الكوار في مؤتمر القاهرة، وهذا المؤتمر الغاية في الأهمية الذي وضع رؤية مهمة للغاية توضح للرأي العام الدولي والإقليمي كيف يمكن أن نساعد السودان الشقيق في الخروج من الخروج في هذه الأزمة. والآن نتحدث عن محطة أخرى أيضا من خلال زيارة السيد البرهان إلى الدولة المصرية، زيارة في غاية الأهمية، أعتقد أن هي تشمل الآن مباحثات موسعة وشاملة سواء في إطار دعم استقرار السودان أو فيما يتعلق طبعا بدعم العلاقات الثنائية ما بين الدولتين أيضا التي تشهد تناغم ملحوظ طوال الوقت. وبالتالي أنا أعتقد أن القاهرة كما ذكرنا هي الشريك الموثوق فيه وهي الشريك الآمن للأشقاء في السودان، وبالتالي يعول طوال الوقت على دور القاهرة كمساند أساسي في دعم استقرار وسلام السودان. نعم سيد جمال، محاولات دؤوبة من مصر لحل الأزمة في السودان رغم التأكيدات على عدم التدخل في أي شأن داخلي، ولكن إذا اتخذت الأمور منحا آخر فتتحرك مصر باتجاه مساندة أو تعزيز العمل مع الأشقاء السودانيين في محاولات بشكل أو بآخر لإيجاد حل أو أرضية سياسية أو أفق سياسي للخروج من هذه الأزمة. ما هو المتوقع برأيكم في هذا الإطار من خلال هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس السوداني أو رئيس مجلس السيادة السوداني؟ يمكن بالتأكيد الثوابت المصرية رفيقة في كافة الأزمات الإقليمية ليست فقط في الأزمة السودانية. نعم الأزمة السودانية بالنسبة لمصر طبعا هي أزمة ذات أولوية، خصوصا أن الجانب السوداني يعني واستقرار السودان يؤثر بشكل ملحوظ على الداخل المصري، وبالتالي هناك ثوابت لها علاقة بدعم المسار السياسي كمسار أمثل للتهدئة ولدعم الاستقرار في الداخل السوداني. وبالتالي أنا أعتقد أن المباحثات اليوم سوف تركز على هذا الشق، بالتأكيد شق دعم المسار السياسي ووقف إطلاق النار، لإتاحة أيضا المجال لتقديم المساعدات الإنسانية سواء من خلال الدولة المصرية أو من خلال حتى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لأن الوقف الفوري لإطلاق النار الآن هو أولوية قصوى لتحقيق يعني تهدئة في الداخل السوداني بجانب إحياء مسار السلام ولم شمل النخب السياسية السودانية لإعادة البناء السياسي في السودان الشقيق. الكاتب والباحث السياسي الأستاذ جمال رائف، نائب مدير تحرير مجلة أكتوبر، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف.